هذه ليست لعبة بازل، إنما محاولة لجمع ورقة ممزقة أحضرها المواطن داني ديب إلى الجديد، الشاهد على فضيحة ضبط مراقبة في وزارة الصحة بالجرم المشهود. أنا امبارح كنت أنا وولادي بمطعم وجبات سريعة بمول ببيروت، وشفت شيء عم بيصير قدامي من المطعم، ملبكين المدرة ملبكين، وفي وحدة كانت قاعدة، عرفت وقتها لما شفتها شو عم تعمل، عرفتها من وزارة الصحة. بعد ساعات من العمل لتجميع الورقة الممزقة، تبين أنها محضر نظمته مراقبة في وزارة الصحة بحق أحد المطاعم في سنتر تجاري في العاصمة، إلا أن أمرا ما حدث فدفعها إلى تمزيق المحضر. بعد شوية مدير المطعم صار يتلفن وياخد تليفونات ويحكي على التليفونات، وقام جاب له التليفون قال عملي معروف احكي على التليفون. حكيت على التليفون، بعد ما حكيت على التليفون تخزقت الورقة، صارت تخزقها فتفيت صغير كتير، بس خزقت الورقة كتير كتير صغير. قالت طلبت من البنت اللي مديرة المحل كمان، قالت لها هيدي الورقة ضبوها يعني خفوها لأنه هيدي بتخرب لنا بيتنا. حملنا المستند بعد ترميمه إلى وزير الصحة وائل أبو فعور للوقوف على رأي الوزارة في مجرى. نحن عملنا بازل ركبته وحاولنا نجمعه، كيني ماخذي قرار بالإقفال. المعلومات الأولية اللي عندي إياها إنه المراقبة دخلت على طلبة الشهادات الصحية بالمكدونالد، بتصور طلبة الشهادات الصحية، قالوا لها الشهادات الصحية موجودين مع المديرة، قالت لهم وين المديرة؟ قال مش موجودة. نطرت حوالي 3/4 ساعة ما إجت المديرة وجابت الشهادات الصحية، اعتبرت إنه هن عم بيغيروا بالمعلومات فكتبت محضر. لما كتبت المحضر بعد ما كتبت المحضر وصلت المديرة وأبرزت الشهادات الصحية، فبالتالي ما عاد في مبرر لأنه يعني تستمر بكتابة المحضر. عدا ذلك كان لافتا على الورقة توقيع لمراقبين، علما أن شاهد العيان داني أكد وجود مراقبة واحدة. واللي اتضح لنا أكثر شيء أنه الورقة فيها توقيعين باسمين، وهني كانوا شخص واحد، هي اللي وقعت عن شخصين. لا ختمين ما بعرف، ما في يعني الورقة مجمعة ما في ابن عليها. التنين بتكون المعلومات عندي، بس برجع بقول النقاش كان حول الشهادات الصحية. كان معكم خبر بالتفاصيل انتم؟ هيدا المعلومات اللي بعد اتصال، بس هني بهاي الآلية إلها حق تخزق لا تلفنت على استشارة مسؤولة حملة سلامة الغذاء، قالت لها جابوا الشهادات الصحية، قالت لها لكن خلص ما في. بس لأنه ملاحظة صغيرة، لأنه المواطن اللي كان موجود أنه وسطهم أنه هاي بتخرب لنا بيتنا إذا بتلقطوها وخزقوها منيح وكبوها. إذا غلطان بده يخترب بيته، ما في حل. أبو فعور وعد بمتابعة الموضوع الاثنين المقبل، وهذا المحضر يضع سمعة حملة سلامة الغذاء على المحك، إذ يضرب الشفافية في كيفية معاملة المراقبين للمطاعم، فما على الوزارة إلا العمل لمطابقة المواصفات في معالجة هذه الملفات لكي لا يكون من بين أصحاب المطاعم محضر بسمنة ومحضر بزيت.